جماهير الأهلي العظيمة، الأهلي يلقن الزمالك درساً قاسياً في فنون كرة القدم، ويرأف بحاله ويكتفي بثنائية في مرمى محققاً السوبر رقم 12 عن جدارة واستحقاق. كابتن شريف، ألف 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 مليون مبروك. ألف مبروك، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. ليلة أهلاوية إماراتية بهدفين ولا أروع ولا أميز في أداء من 11 راجل في الملعب الحقيقة، ده غير الناس اللي نزلت بدلاء. كمان لعيبة مركزة، لعيبة واخدة المباراة على عاتقها. كنا نتصور النتيجة إن شاء الله، وقلت أنا وإنت النتيجة هتخلص 2-1، لكن بهذا الأداء والرجولة اللي فيه اللعيبة بتاكل الملعب، صحيح. بتاكل النجيلة، كرة بتتقطع من 1-2-3 بيعوضوا حمدي فتحي، حاجة ما شاء الله، الله أكبر. لعيبة كلها الحقيقة، من أول الشناوي لغاية شادي لغاية طاهر لغاية شريف لغاية أفشة لما نزل، لعيبة لعيبة كرة لما بتلعب وبتركز بيبقى لها وضع تاني خالص الحقيقة. هارد لجنة الزمالك دي الفوارق اللي بين لعيبة النادي الأهلي والنادي الزمالك، وأنا قلت لك خسارتنا المباراة الأخيرة كانت في عدم وجود النادي الاهلي، النادي الاهلي كان اصابات وارهاق ودي النظره اللي احنا اتكلمنا عليها، ان هي ريحوا اللعيبه كلها، ودي نتيجه لما بتعمل فتره اعداد كويسه جدا، لما بيتوفر لك مدير فني بيقدر يبث الثقه في اللاعبين بتشوف النتيجه بهذا الشكل، بتشوف احترام اللعيبه للمدير الفني، احترام اللعيبه للمنظومه والتيشيرت الاحمر، لعيبه حاسه بواجب كبير جدا لازم تجاه الجماهير. فالنهاردة أول بداية مش تصالح، لا أول بداية تقديم فوز عزيز عند قلوب جماهير النادي الأهلي، هدفين ولا أروع ولا أجمل، مباراة ولا أروع ولا أجمل تتفرج عليها تاني وتالت الحقيقة، فيها إمكانيات، فيها إمكانيات كبيرة قوي، فيها أهداف كتيرة قوي، فيها مجهود من فرقتين الحقيقة. أرلاك نادي الزمالك، مبروك نادي الأهلي العظيم النهاردة، مبروك اللعيبة اللي بشكرها تاني وتالت ورابع، وفعلا 16 راجل في الملعب مش 11 راجل في الملعب. ألف مبروك، وعقبال إن شاء الله كل الانتصارات اللي جاية بإذن الله يا رب إن شاء الله. كابتن علاء، ألف مبروك، أداء متميز من لعيب النادي الأهلي، وفوز منطقي. فوز منطقي للنادي الأهلي، هارد لك نادي الزمالك. لكن في حاجة قبل المباراة احنا كناش فيها وأنا ما بحبش اتكلمت فيها. نادي الزمالك أو مش نادي الزمالك، بعض الجماهير أو بعض الناس المحبين نادي الزمالك صوروا للنادي الزمالك ان هو هيروح يكسب النادي الاهلي وهيجي لان هم احسن وهم اجهز وهم ثقتهم اعلى و و و نسوا حاجه مهمه جدا. انت بتلعب النادي الاهلي، صحيح، يعني انت رايح تلعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي ممكن يضيع بطوله كده سهل؟ لا طبعا خالص. الحاجه الثانيه يا ايمن، كل المدربين الاجانب اللي لعبوا مباراه السوبر كسبوها، ودي كانت مريحانا انا قبل المباراه. يعني هات لي مدرب اجنبي بدا السوبر مع النادي الاهلي وخسره، مفيش. لو عملت احصائيه كده وجابها لك في الاحصائيات وكده عندك هتلاقيهم كلهم، كل مدربين كسبوا. الى جانب ان كولر مدرب يعني اولا واقعي جدا، قليل الكلام، صحيح. عارف هو عايز ايه من كل لاعب، موظف كل لاعب صح، والنهارده دي الحصيله، دي الحصيله بتاعت النهارده. المباراه فنيا مش احسن حاجه، مش عاليه قوي، هي بتروح وتيجي، لكن تغييرات الزمالك في الشوط الثاني اللي كان مجبر يعملها انه خلاص ما عندوش حاجه يعملها، بذكاء كولر وذكاء لعيبه النادي الاهلي قدر يستغلوا المساحات اللي هم كانوا بيدوروا عليها في الشوط الاول. الشوط الاول كان رايح جاي، كان اسامه بيتكلم رايح جاي، ما فيش حد مسيطر قوي على الشوط الاول، لكن الشوط الثاني لا، طبيعي ان كان هيحصل تغييرات في الزمالك هجوميه، صحيح. والذكاء هنا من كولر ان هو محافظ على الشكل العام بتاعه، تغييراته كلها هجوميه، تغيير كريم اللي موفق اللي تاني ماتش على التوالي، قبل كده عمل هدف لشادي والنهارده احرز هدف في التغيير اللي حصلت هنا، الهدف طبعا بتاع سافيو استلام حلو قوي، تخلص محمد عبد الغني بمنتهى السهوله، وعمل اللوب حلو قوي. معانا تتويج على الهوا كابتن. اكيد طبعا مراسم التتويج، هنشوف يا ترى لعيبه نادي الزمالك هيعملوا ممر شرفي بقى لعيبه النادي الاهلي ولا ايه اللي هيحصل؟ هنشوف. فين الاهلي عمل للزمالك ممر شرفي؟ طيب هنشوف دلوقتي يا كابتن اسامه، كابتن علاء، كابتن شريف، كابتن اسامه حسني، هنشوف نادي الاهلي عمل ممر شرفي للعيبه نادي الزمالك.
لا وعلى المنصه هنا مفروض يكون متواجد ممثل الاهلي وممثل الزمالك. ممثل الزمالك ادي جمهور النادي الاهلي العظيم صراحه. جمهور النهارده لا 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 مش كان ليه دور كبير جدا، دور كبير من بدايه المطار واللعيبه كانت مسافره بالظبط، استقبالهم في المطار والرساله وصلت بالظبط. ادي الممر الشرفي اللي عمله لعيبه النادي الاهلي للعيبه نادي الزمالك. فييرا مدرب جامد، مستر فييرا مدرب كويس قوي، بس غاب التوفيق عنه النهارده او الحظ غاب عنه، فتلقى درسا قاسيا. في فرق كبير قوي النهارده زي ما قالك علاء بين الاهلي لما بيبقى في حالته الطبيعيه طبعا وفارق طبعا. امكانيات رهيبه صحيح. وده الاهلي لما بيلعب بالروح، روح التيشيرت لما بتبقى موجوده مفيش. النهارده الكوره بيروح عليها ثلاثه، لما تقعد تتفرج على الماتش تاني الكوره بيقاتل عليها ثلاثه اربعه، اللعيبه رجاله في لازم تبقى النتيجه كده فعلا. اذا كان بيلعب ريال مدريد لازم تبقى النتيجه كده، ما دام بتدافع عن نفسك. هو في 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 لعيبه نازله عندها ثقه زياده شويه في الزمالك، على الجانب الاخر لا في 16 لعيب ده كابتن بيقول نازلين مصممين ان هم يكسبوا النهارده البطوله. ومستر كولر كان بيتعامل مع احداث المباراه بهدوء وذكاء جدا جدا وكل لعيبه يسعد عليه يعني. لكن النهارده في لعيبه انا متاكد لعيبه نادي الزمالك راحت صدقت ان هي هتروح تعمل مباراه وترجع مصدقه يعني، دي اخطر حاجه في كره القدم. مش كده بقول لك يا ايمن، كل مباراه لوحدها، تركيزك وتسمع كلام المدير الفني بتاعك، ادائك هيبقى عامل ازاي النهارده، مدى توفيقك النهارده، الكره اللي جت لسابيو موفق جدا فيها، خطا من زكريا الوردي استغلها كويس قوي، حسن تصرف طبعا، خرج الشوط الاول 1-0، تصرف من محمد عبد الغني سهل جدا تعدي منه، عواد متقدم قوي، هو استغل كل اخطاء، ما هي ذكاء المهاجم في كده، انه استغل اخطاء كلها. هدف في الشوط الاول 1-0، الشوط الثاني طبيعي اللي كان الزمالك يعمل كده بيدور على تعادل، ان كل وقت بيعدي الزمالك عايز تعادل. تغييراته كلها هجوميه، تخلى فييرا عن طريقته الدفاعيه، بدا يلعب باربعه بس ورا بلاش ثلاثه، بدا خلاص المساحات تبقى موجوده اللاعب يعني. بص صافيو استغل كل خطا من اول زكريا الوردي، ايوه استغل خطا، استلم هدوء جدا ان هو عدى محمد عبد الغني، محمد عبد الغني موسع له الطريق جدا، شايف ان عواد متقدم قوي، لو جبت الصوره على عواد ده الهدف الثاني. بص المساحات خلاص اتوجدت، طاهر معدي حلو قوي، كريم من الناحيه الثانيه، عمر جابر بيرفع ايده، مش عارف بيرفع ايده على ايه، هدف ثاني حلو قوي في وقت صح يعني، الوقت كمان قاتل بس انت استغليت المساحات اللي موجوده في لعيبه نادي الزمالك واخطاء كتير قوي. طاهر النهارده على فكره من ماتشاته الحلو بقالي كتير ما شفتوش كده، مش عشان الجول على فكره، لا اتحرك كويس قوي، مجهوده ممتاز طول المباراه، مركز، تحس ان طاهر الكاميرا بتيجي على وشه مركز مزبوط. يعني عدى هنا حلو قوي، لعب الكره بالعرض يعني، بص الراجل مغطي ويحسب لكريم ان هو في المكان الصح، وهدوء طبعا دكتور محمد ده اكيد محمد شوي. يعني دكتور محمد شوي مرسم التتويج يعني دكتور يعني محمد بص طبعاً. الجمهور دوت يعني بصراحه ادانا امل كبير جدا جدا جدا، دكتور محمد شوي طبعا رئيس البعثه وطالع على المنصه. قلنا التجهيز يا كابتن ايمن والتحضير لبدايه الموسم يعني يبين لك ان في تخطيط لموسم جاي مزبوط. بعد الموسم اللي فات ونهايه الموسم واخدت قرارات كانت مهمه، اراحه اللاعبين وقلنا كانت مهمه، شفنا النهارده الفوارق البدنيه ان اللعيبه من اول دقيقه لاخر دقيقه في رتم عندك عالي حتى لو في الدفاع. السيد عبد الحفيظ والجهاز الفني المعاون يا كابتن اسامه يعني اعتقد مكسب النهارده كابتن اسامه، احنا دايما بنتكلم على الانطباع الاول بيدوم. الجمهور جمهور نسبه كبيره منه جدا النهارده كانت مستنيه المباراه دي. المباراه دي مفتاح لحاجات كتير الفتره اللي جايه. اولا بتبتدي الموسم ببطوله، وبطوله مهمه ومدير فني تحقيق، مدير فني جديد. انا لسه هاجي لك لكولر. النهارده انت البطوله رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي في السوبر المصري، ايوه، ونادي الزمالك 4 بطولات، يعني انت بتتكلم انت 3 اضعاف نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك محتاج ما يقرب من 8 سنين لما يوصلك في السوبر بعد الفوز بالبطوله 12. ايوه بدايه موسم لما تفتتح الموسم ببطوله بيديك ثقه، بيدي اللعيبه ثقه، بيدي الجهاز الفني. كولر النهارده مدرب لسه اول مره يلعب مباراه اهلي وزمالك، ولسه دي المباراه الخامسه ليه مع النادي الاهلي. أيوه. 5 مباريات السابقه قدر يكسب فيهم، ده المكسب الخامس على التوالي، لكن مكسب مهم، مكسب ببطوله، مكسب ببطوله يديله ثقه، يديله ثقه عند جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يثق فيه، برغم ان احنا
شايفين شغله خلال الفترة اللي فاتت، والمؤتمرات الصحفية، طريقة كلامه، أسلوبه، الهدوء، دايما حاطط إيده على الأخطاء، عنده التواضع، دايما بيقول لك انا لسه ما وصلتش للمستوى اللي انا اامل ان يكون النادي الاهلي فيه. تعرف ان ده مدرب كويس، ان دايما يحط ايده على الاخطاء، عامل عدل جوه الفرقه، وده مهم. النهارده اللعيب اللي بيجتهد بتلاقي نفسه موجود. النهارده كريم فؤاد، شوف النهارده توظيفه في المكان الجديد في مباراه الاسماعيلي، لما بينزل بيصنع هدف، تغيير عبقري النهارده، تغيير تاني، تغيير يعملها، والنهارده بيحرز هدف. سافيو الناس متوقع. كانت تغيير متوقع وقدر يشتغل في المساحه. الناس فكرت يا اسامه ان هو هينادي بيرستاو مثلا. ادي الابطال معانا على الشاشه، محمد عبد المنعم وحمدي علي معلول. انا حمدي ده بديله نجم المباراه، هو الاولاد كلها بصراحه، ده طاقة غير عادية، الله أكبر. هي الدوافع كانت كبيرة جدا طبعًا النهارده طبعًا. أيمن، ومن قبل المباراة يعني دوافع لعيبة النادي الأهلي، حتى لما جابوا اللقطات اللي كانت في الصالة وبعدين في الاستاد وهم واقفين، كان واضح على وشوش علي لطفي، واضح على وشوشهم جدا التركيز، وإن هم صعب يخسروا تاني بعد نهاية السنة اللي فاتت اللي كانت سيئة لظروف معينة، راحت لاعبين صغيرين، ف كان تركيز واضح واصرار باين جدا. وكمان كنا الحمد لله مستنيين التوفيق محمد مجدي، لان المباراه راحت وجت في فترات، لكن شناوي واحد من ربنا كرمنا النهارده، ربنا كرمنا بالهدفين في توقيتات حلوه جدا، بس الدوافع واضحه جدا عند لعيبه الاهلي، والاصرار التصميم التصميم كان اكبر من لعيبه نادي الزمالك. وبرده الكابتن علاء بيقول محمد شريف اهو، كريم فؤاد، محمد مجدي قفشه، صوره المكسب. وزي ما احنا قلنا لحضراتكم قبل المباراه، النهارده يوم السوبر، وفعلا اللي عايز اقوله كابتن اسامه ان في ناس كتير جدا شككت في قدرات لعيبه النادي الاهلي الفترة اللي فاتت بسبب خسران دوري وكاس السنة اللي فاتت. بص، هو ولكن هي دي لعيبة النادي الأهلي. ما هو جمهور النادي الأهلي، احنا اتكلمنا أكتر من مرة وفي أكتر من مناسبة، جمهور النادي الأهلي متعود على المكسب والبطولات. ففي فترة زي ما بيثني على اللعيبة كتير جدا وبيرفعهم في السماء، أحيانا الشناوي هيشيل كاس السوبر إن شاء الله بإذن الله. فاحيانا بيبقى الجماهير بتبقى عندها عتاب على اللاعبين. كابتن اسامه معانا، كابتن محمد الشناوي، وبيستلم كاس السوبر المصري للمره ال 12 للنادي الاهلي عن جداره واستحقاق. طبعا فرحه كبيره جدا 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 لجماهير النادي الاهلي وعودة صخر. ومعانا كمان في الصورة مؤمن زكريا مع نجوم النادي الأهلي بيحتفل بكأس السوبر معاهم. لفتة جميلة طبعًا من مؤمن، وألف ألف ألف مليون مبروك لرجالة النادي الأهلي. فرحة كبيرة، وفاز من يستحق، وفاز الكبير. مظبوط، النادي الأهلي فرحة كنا محتاجينها النهارده. النادي الأهلي مستحق الفوز عن جدارة يعني ووضوح. أنا قلت لك بس في فترات لما النادي الأهلي بيخسر البطولات أو اللعيبة بأدائها مش حلو، الجمهور طبيعته كده، الجمهور طبيعته إنه تملي، شايفك في منصات التتويج. فرحة كبيرة جدا في ملعب هزاع بن زايد يا كابتن أسامة، والجماهير الحمراء بتحتفل، والجماهير الحمراء ليها بصراحه يعني حاجه كبيره جدا جدا جدا، مش قادرين نقول لهم يعني. احنا لو شكرنا ما يكفيش الشكر، لا طبعا. ولكن هو اللعيب رقم واحد دائما جماهير النادي الاهلي العظيم. مظبوط، واضحه جدا في الملعب، المساحه اللي محتلها جمهور النادي الاهلي في المدرجات، الاستقبال في المطار، الدوافع باينه جدا كبيره، تشجيع طوال المباراه كابتن اسامه اللي احنا لاحظناه. مظبوط، تشجيع طوال المباراه. فهو احيانا زي ما قلت لك بيبقى بعض الجماهير متاثره لما الاهلي بيخسر، فبيعتب على اللعيب لانه حاسه مثلا مقصر، او حتى احنا شايفين ان هم ممكن يكونوا تعبانين من مواسم متتاليه، ولكن الجمهور بيبقى بيعتب، ولكن في لحظه بتكسب بطوله، بتجيب هدف بيرفعك لعنان السماء. فاحيانا اللعيبه والاجهزه لابد ان هي تستحمل
زعل الجمهور شويه او غضبه في مراحل معينه، لانك انت عودته دايما على المكسب والانتصار. فرحه كبيره يا كابتن اسامه، حتى الاستاد اللي حتى استاد هزاع بن زايد فرحان بمكسب النادي الاهلي. على فكره دي تاني مره يعني وشه حلو الملعب ده علينا. أي. في أي. 2000 اعتقد و خدت السوبر، ودي الجماهير العظيمه سوبر 3-2 كان عبد الله سعيد جاب جونين، خدت 3-2 وخدت قدام المصري دي الثالثه وليد ازارو. ايوه دي الثالثه. ايوه دي الثالثه، دي الثالثه بمكسب. أي. من الملاعب من الملاعب اللي شايفها حلو علينا. مزبوط. فطبعا بنشكر حتى الملعب فرحان يا كابتن اسامه بفوز النادي الاهلي. طبعا هو فوز جميل ومستحق واعاد الثقه. وبعدين نقطه عارف ارتباط بقى جمهور النادي الاهلي بمستر كولر، لانه مهما ادى الفترات اللي فاتت في الاربع ماتشات اللي فاتوا صحيح بيحط له مكانه، ولكن تعالوا نتفرج على احتفالات يا كابتن اسامه ونرجع مره ثانيه. ماشي. فرحه كبيره، فرحه حمراء، فرحه جميله جدا جدا جدا، فعلا يستحقها جمهور النادي الاهلي العظيم ولاعيبه النادي الاهلي الكبيره والنادي الاهلي العظيم بكل مسؤوليه. كابتن اسامه، ليله اهلاويه حمراء لن ينساها اصحاب الزي الازرق. اسامه ما كملش، هيكمل تاني لسه الليل طويل، هيكمل عندنا وقت. هو انك تجيب اثنين اسامه في استوديو واحد نقدر نوصل اي حاجه. معايا في الكلام ده ولا لا؟ طبعا. اول مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهوره، مبروك لمجلس ادارته، مبروك للعيبه، للجهاز الفني، لكل المنظومه. وقلنا في بدايه الاستوديو التحليلي المقدمات او القرارات اللي اخذها النادي الاهلي في نهايه الموسم اللي فات ونالت نقد من الناس، لكن النادي الاهلي كان بيبص للفتره اللي جايه. ايوه. النادي الاهلي فضل اراحه اللاعبين عشان يعمل فتره اعداد، جاب مدير فني على مستوى عالي، تم دراسه السيره الذاتيه بتاعته بشكل كبير. النهارده الناس اللي كانت بتتكلم على صفقات النادي الاهلي، شوف النهارده شادي حسين ما شاء الله اداء اكثر من رائع، شوف البرازيلي برونو سافيو ما شاء الله احرز هدف بمهاره عاليه. صحيح. برونو سافيو لما هيدخل مع الفرقه وينصهر بشكل اكبر هتلاقي هيديك اكتر واكتر، بيحل المدير الفني في كذا مركز. بدايه الموسم ببطوله شيء مهم جدا، شيء يدي ثقه للعيبه، يدي ثقه للجهاز الفني. علشان كده لما تشوف النهارده وانت بتخطط لموسم جديد، في الوقت ده كان نادي الزمالك عنده وقت ممكن يريح في كاس لوسيل اللي كان في قطر، وهي كانت مباراه وديه وفضل انه يلعب الفتره. صحيح. دي كان عنده 10 ايام او اسبوعين ممكن اراحه اللاعبين، وفيريرا طلب اراحه اللاعبين، لكن اداره الزمالك تمسكت ان تلعب البطوله. صحيح. النهارده ضغط الموسم اللي كان بيعاني منه النادي الاهلي مش من سنه واحده بقى، ثلاث سنين. تخيل ثلاث سنين كان النادي الاهلي مفيش راحه. صحيح. وفي الثلاث سنين انت بطل وبتاخد افريقيا وبتاخد كاس عالم انديه وانت بتكمل كمان، خلي بالك كل المنافسات ما بتطلعش من دور المجموعات طبعا. فالنهارده حته ان الزمالك لعب كاس لوسيل في بدايه الموسم دي ارهقت اللاعبين بشكل كبير، والنتيجه مش هتشوفها دلوقتي في السوبر بس. أي. هتشوفها لسه على مدار بطوله افريقيا، بطوله الدوري. لسه الزمالك هيقابل صعوبات بشكل كبير. على فكره يا كابتن مسامة ده الفوز رقم 100 للنادي الاهلي في لقاءاته ضد نادي الزمالك. فوز حلو. صحيح. وفيريرا امبارح قال كلمه، انا تابعت المؤتمر الصحفي عشان اشوف كولر واشوف فيريرا كل واحد بيتكلم ازاي عن اللقاء. فيريرا قال كلمه مهمه جدا. قال المباريات الكؤوس ما بتتلعبش، اقدر ازاي افوز بيها. ايوه ده اسلوب فيريرا. مظبوط. النهارده عمل العكس. أيوة. كولر باسلوبه الهادي، طباعه الهاديه امبارح في المؤتمر الصحفي. وهو بيكلم وبدي نادي الزمالك حقه. صح. بدي نادي الزمالك حقه، درس الفرقه، قدر النهارده يقسم. مظبوط. المباراه على اجزاء، الشوط الاول ضغط قدر يحرز هدف، الشوط الثاني طريقه لعب النادي الاهلي اتغيرت ان انا ارجع واعمل تراجع. مزبوط. لما اخلق المساحات وشفنا كريم فؤاد بيسجل الهدف الثاني، ده النهارده فكر مدير فني. التغييرات اللي ادارها النهارده. صحيح. كولر كانت ناجحه ومش اول مره، مليون في المية. مش اول مره النهارده. صحيح. لما تشوف محمد شريف عشان السرعات، كريم فؤاد لما المساحات ظهرت في ظهر نادي الزمالك وبدا يجازف ويهاجم نزل كريم فؤاد اللي احرز الهدف الثاني. الحاجه الثانيه برضو اللي قالها امبارح فيريرا في المؤتمر الصحفي وهو بيتسال على صفقات النادي الاهلي، قال لك انا ما شفتش الصفقات، اللعيبه كلها شبه بعض. اتمنى يكون شاف برونو سافيو النهارده.
لا لسه ما شافش. لا يرجع النهارده يراجع الهدف ويشوف مهاره برونو سافيو عشان يعرف ان الاهلي جاب لعيب برازيلي على مستوى. مش بالكتره يعني طبعًا. احنا قلناها قبل كده طبعا هي مش بالكتره حتى في بعض الناس يقول لك ايه ده في ناس جابت 10 صفقات في ناس جابت 8 صفقات هو فين صفقات نادي الاهلي؟ النادي الاهلي راح جاب 3 صفقات. طب اتفضل اهو خلي بالك ادي درس. الانطباعات زي ما الكابتن علاء وكابتن شريف وكابتن اسامه قالوا باينه بقى لها فتره جمهور الزمالك خلاص ان البطوله في 100 عقبه انطباعاته كلام المدير الفني ان انا خلاص هكسب انا بطل الدوري وبطل الكاس. طب ما النادي الاهلي في سنين كتير كان بطل الدوري وبطل الكاس وبيلعب نادي الزمالك كان الاهلي بيقابل نفس التواضع وكان بينزل ويكسب السوبر ايام الكابتن دي الميدالي 50 سنه من العلاقات بين بين مصر والامارات من جوه اوضه لبس دي حاجه جميله و50 سنه دي بنشكر دوله الامارات وكل المنظمين طبعًا. والقائمين على المستوى الراقي والمستوى العالي جدا طبعًا. بنشكر قناه ابو ظبي وده درس تاني هنا للاعلام في مصر لما تشوف قناه ابو ظبي بتنقل ازاي في حياديه ازاي لازم نراجع نفسنا لما النهارده نكون بنتابع قناه ابو ظبي والمصريين بيتابعوا قناه ابو ظبي لازم الاعلام في مصر يرجع تاني ويراجع حساباته في امور يعني هي واضحه للجميع مش هتكلم فيها لكن النهارده كولر ادار المباراه بكفاءه وبجداره. النهارده النادي الاهلي زي ما كسبنا الزمالك كسبنا مدير فني كبير للنادي الاهلي اتمنى استمراره ان شاء الله سنوات يقدر يخطط للنادي الاهلي. النهارده ادار المباراه وبقول ان دايما المباريات الاهلي وزمالك لمدير فني لاول مره تبقى فيها حساسيه للجمهور. النهارده قدر يكسب خد ثقه الجمهور قدم اوراق اعتماده بشكل رسمي طبعا. الحاجه الثانيه بقى استاذ بس الكباتن اتكلم فيها اخيرا عشان نسيب لهم الفرصه. النهارده هويه النادي الاهلي النادي الاهلي جماهيره لما بتشجعه بتمسك العلم الايه العلم الاحمر النادي الاهلي هويته التيشيرت الاحمر مظبوط. هو ده زي ما بتتكلم على مانشستر يونايتد تيشيرت احمر مزبوط. ريال مدريد تيشيرت ابيض. ما في البعض قال لك مش عارف هو ده هو ده الهويه ومش عارف هو ده الهويه يا كابتن. النهارده لما تشوف الجمهورين في الملعب جمهور الاهلي مالي الملعب تيشيرت الاحمر مظبوط. والزمالك كان ليه عدد كبير بالتيشيرت الابيض. النهارده الفكر ازاي ان انا اغير التيشيرت بتاعي والهويه بتاعتي من التيشيرت الابيض للتيشيرت الازرق بمجرد ان انا بتفاعل وتشاؤم واحنا في 2022. طب بعد كده في اهو الازرق اهو ما ينفعش يبقى خسرت بالابيض والازرق هنشوف المباراه الجايه تلبس ايه. النهارده مبروك لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي كان افضل يستحق ان شاء الله هيكون موسم خير على النادي الاهلي علشان التخطيط الصح اللي تم خلال الفتره اللي جايه. النادي الاهلي هيحصد نتيجته ان شاء الله كمان في الدوري بإذن الله. عندك سكواد محترم. الراجل النهارده وهو في المؤتمر الصحفي هو اللي قال امبارح كلمه مهمه برضو عشان الناس كانت بتقول الصفقات النادي الاهلي دعم. قال انا لما جيت الوقت ضيق انا اللي طلبت يعني تستنوا شويه عشان اشوف احتياجاتي وانا دلوقتي عارف احتياجاتي في الفرقه صح. شهر يناير النادي الاهلي يقدر يدعم تاني ويقوي صفوفه عشان دوري وافريقيا وكل البطولات اللي جايه. طيب تعالوا نروح مع يا كابتن اسامه. لا هنروح من زميلنا فاروق صلاح من غرفه الملابس كويس والله والله ما كويس علي معلول والله ما كويس يا اسامه ماشي براحتك. مليون مبروك يا كابتن ايمن مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي تتويج النادي الاهلي بطلا لكاس السوبر للمره ال 12 في تاريخ النادي الاهلي. واحد من اللاعبين اللي حبه ارتبط مع جماهير النادي الاهلي وارتبط عشقنا لتونس ارتباطا وحبا لعلي معلول. كابتن علي مليون مبروك كاس غاليه في توقيت غالي وفرحه الجمهور النهارده غاليه جدا بالنسبه لكم وبطوله غاليه جدا. أول حاجة الحمد لله والف الف مبروك إن شاء الله لكل جماهير النادي الأهلي على التتويج في بداية سنة. نعرفوا السنتين اللي تعديوا ما كناش في أفضل حالاتنا ما كناش تتوجنا بالألقاب لكن تعهدنا إنه الموسم هذا إن شاء الله باش يكون مغاير. الحمد لله ابتدينا بتتويج مهم جدا مع الفريق المنافس متاعنا كما قال الشناوي يمكن فما ناس كثير شكت في النادي الاهلي ونسيت انجازات النادي الاهلي لكن النادي الاهلي يقعد ديما بطل افريقيا ويقعد ديما رقم واحد في افريقيا وهذا اكبر جواب اليوم على التتويج. ان شاء الله القادم افضل بالنسبه للنادي الاهلي وان شاء الله البطولات الكل بحول الله ان شاء الله نكونوا متواجدين فيها ان شاء الله. علي معلول واحد من اللعيبه اللي بيعشق ماتشات الدربيات ودايما بيبقى موجود دايما متواجد دايما الحماس موجود في هذه المباراه.
اكيد اكيد المقابلات الكبيره هي اللي بتصنع اللاعبين الحمد لله، لكن مش علي معلول اليوم كانت الفرقه الكل على قلب رجل واحد، الناس الكل اللي شاركت واللي ما شاركتش في المقابله كانت الكل عندنا هدف واحد هو الانتصار والتتويج باللقب. الف الف مبروك للاعيبه الرجاله هذم، وان شاء الله ربي يكون موسم بطولات بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. كلمه اخيره من القلب الجمهور النادي الاهلي اللي رسم ملحمه النهارده في ملعب هزاع بن زايد. احنا متعودين انه الجماهير تكون موجوده بعدد كبيره في مثل هذه المناسبات، لكن لازم يثقوا في اللاعبين هذوما ويثقوا اكثر في الفريق اللي موجود مع دعمهم، هم ان شاء الله قادرين ان نكونوا احسن واحسن ان شاء الله. اشكرك يا كابتن علي، وبدايه البطولات لهذا الموسم والمواسم القادمه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، الفرحه حلوه، واحد من نجوم المباراه كابتن حمدي فتحي. اتجنوا وغنوا ومرقص يا شنو يا قفشه يا جامد يا بدر السماء، يا هاني يا غالي يا حمدي يا علي ديانجي يا ظابط تملي الكلام. اتجنوا وغنوا ومرقص يا شنو يا قفشه يا جامد يا بدر التمام، يا هاني يا غالي يا حمدي يا علي ديانجي يا ظابط تملي الكلام. شريف الخرافي في الشوط الاضافي تملي يسمي علينا بسلام. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. بس الكرة بتاعت طاهر ده هايلة قوي، يعني هو خش على كابتن اسامة بقى وسط امام عرب. بتكلم مين؟ بكلمك كابتن شريف. لا هدف طبعا رائع طاهر، يا ريت تجيب لنا يا ريت تجيب لنا كرة طاهر وهو بيعدي بس من امام عاشور، نشوف الطقطقة بتاعت الظهر. طاهر اتصرف كويس قوي. لا لا من اولها، لا لا ايوه ايوه طاهر اتصرف كويس قوي، عمل انه هيروح اتجاه اليمين وراح الشمال، فكله أوي يعني قوي قوي قوي، امام عاشور توازنه اختل وبعدين برؤيه كويسه لعب كوره عرضيه، كريم فؤاد متابع من الناحيه الثانيه وكان بيشاور له ان يلعبها له في المكان ده، فطبعا هدف جميل جدا وهدف تاكيد يعني الزمالك خلاص امله انتهى، لانه الهدف الثاني جاي في الدقيقه تقريبا 91، كان ناقص 3 4 دقائق خلاص، تاكد فوز النادي الاهلي، حتى لو الزمالك في ال 3 4 دقائق جاب جون ولا حاجه كان الماتش انتهى. بس عايز اقول لك حاجه يا اسامه، كان واضح بعد الهدف الاول للنادي الاهلي ان مستر فيريرا بره على الخط ارتبك هو كمان، فالارتباك بتاعه ده كمان وصل للعيبه في ارض الملعب، وده كمان حتى خلي بالك اللي شفناه الشوط الثاني، يعني احنا مثلا قاعدين نتفرج على الشوط الثاني ومتاكدين بنسبه كبيره ان الزمالك مش هيجيب جول، الا ما العكس هو اللي صحيح، احنا يعني كنا مطمنين ان الاهلي هيجيب جول ثاني. ماشي، هو في لحظات عمل تغييرات بالظبط اربكت الزمالك شويه، يعني تغيير ابو الفتوح طبعا دي غصب عنه اصابه، ودى عمر جابر ناحيه الشمال، ايوه فضل بيه لغايه اخر الماتش، انا كنت متصور انه بعد فتره معينه عمر ممكن يغير وينزل حد في الجانب الشمال، سواء عبد الله جمعه سواء يعمل تغييره بيبقوا اربعه بس ورا ويشتغل قدام، فهو صمم عليها لغايه اخر وقت. تغييره جزيري شيكابالا لازم ينزل، بس الجزيري ما يطلعش لانه ابتدوا يودوا مصطفى شلبي راس حربه، ومش هو مش راس حربه، احيانا زيدو بيروح راس حربه، بس الجزيري يا اسامه برضو انتاجه ضعيف جدا طول المباراه، يعني انا ما حسيتش بيه. ماشي بس ماشي انا معاك على فكره، لازم يستمر يعني، ماشي انا متفق معاك يا اسامه انت
انت خسران لعيب في الملعب هو يعني طبعا كان تالق من لعيبه النادي الاهلي وكل حاجه، بس انت حتى راس الحرب بتاعك الاساسي هو المهاجم الاساسي بتاعك ما في ملوش اي وجود. ماشي هو انت برضو خسرته وخسرت اللي نزلته ما عملش حاجه. يعني لو شيكا نزل ناحيه الشمال او اليمين والجزيري فضل مكانه ممكن تعمل خطوره كتير، لكن حتى شيكابالا لما كان بيروح على الطرف العدد اللي كان بيبقى جوه ال 18 وكان قليل جدا. مصطفى شلبي كان بعيد، زيزو كان ابتدى يتعب شويه وكان بعيد، فهو طبعا سيرت باك. والحمد لله برضو في توفيق، لانه في كورتين كده الشناوي اتعامل معاهم ببراعه. فاول الكره اللي ضربت في العارضه، لكن النادي الاهلي استعاد زمام الامور. بس مش غريبه، بص كابتن اسامه، مش غريبه ان انت جايب صفقات كتير كده ومفيش بديل راس الحربه؟ هسمع منك الاجابه، بس نروح لزميلنا منك فاروق صلاح. حتى هسمع منك لسه، هسمع منك هروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه انا عايز اكلمك. تمرينا معاك يا كابتن ايمن الفرحه حلوه، واحد من نجوم المباراه كابتن حمدي فتحي، نجم من نجوم المباراه ودايما بيبقى مصدر ثقه وامان في نص ملعب النادي الاهلي. عايز اقول لك على حاجه، دايما المباريات اللي الكابتن حمدي بيطلع فيها لا قدر الله في مباراه الزمالك بنفقد المباراه او بنخسر المباراه. النهارده حمدي فتحي رهان كبير جدا في نص الملعب، ثقه كبيره. وادي الكابتن علي معلول، تحب تقول ايه الاول لعلي معلول؟ اقول له لا انا مش هقول له حاجه، عشان علي معلول كله عارف، يعني كله عارف قيمته في النادي الاهلي عامله ازاي. يعني هو نجم كبير واضافه لينا كبيره واضافه للنادي الاهلي كبيره، وبنتمنى ان هو يكمل لاكبر وقت يعني في الملاعب يعني ان شاء الله. كابتن حمدي، بطوله كنا مستنيينها، الجماهير فرحانه، فرحتها كبيره جدا، شايفها ازاي؟ وتقول للجماهير ان رسمت ملحمه النهارده في ملعب هزاع بن زايد. والله بقول لهم مبروك، واحنا يعني كلاعيبه كنا مستنيين البطوله دي من زمان، وكنا مستنيين الماتش ده بالتحديد، ان احنا يعني نقول للناس ان احنا لا موجودين. والفتره اللي فاتت دي كانت كنا مقصرين ازاي في حق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، بس احنا ان شاء الله راجعين، يعني راجعين تاني. والنهارده اول بطوله لينا، يعني احنا بنحسبها من اول بطوله لينا، وهنبدا بقى من جديد ان شاء الله ان احنا ناخد البطولات الجايه كلها ان شاء الله. يعني خبرات حمدي فتحي في التعامل مع المباراة، انذار في الشوط الأولاني، تعامل بهدوء مع مجريات اللقاء، دي من الأمور المهمة جدا اللي بتميز حمدي فتحي في التعامل مع سير المباراة على الرغم من حصوله على انذار في بداية المباراة. انت بتعرف النادي الاهلي يعني لازم يكون عندك مسؤوليه كبيره تجاه فرقتك يعني، وما ينفعش ان انت يعني ما ينفعش ان انا ادخل تدخل تاني عنيف ان انا اخسر فرقتي او لا. يعني اكيد واخد بالي واكيد عندي مسؤوليه ان انا اكسب الماتش يعني واكسب البطوله. يعني الحمد لله ربنا كرمني النهارده وكرمنا كلنا، وكلنا كنا كويسين جدا وعملنا اللي علينا. ومبروك للعيبه والجهاز الفني والاداره والجمهور، عشان احنا كنا محضرين للماتش ده من بدري قوي، والحمد لله يعني. وان شاء الله نركز الفتره اللي جايه، عندنا ماتش كمان 3 ايام نركز فيه، يعني نفرح النهارده وبكره، وبعد كده نركز في ماتش الداخليه ان شاء الله في الدوري. وان شاء الله مركزين السنه دي ان احنا الدوري كمان يرجع النادي الاهلي تاني، وافريقيا ان شاء الله نصعد تاني وتكون في النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. يعني اشكرك يا كابتن حمدي، ومزيد من البطولات في الموسم ده والمواسم القادمه باذن الله. ربنا يخليك، شكرا لك يا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا طبعا مع الكابتن. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي فرحة جماهير النادي الاهلي العظيمة كابتن شريف في فروع نادي الاهلي المختلفة، صغير كبير، ست راجل، طفل، شيخ، ما شاء الله. يعني عايز اقول لك على حاجه، ده مكسبنا. عايز اقول لك على حاجه، مفيش اهلاوي النهارده في مصر ما كانش متوقع ان لعيبه النادي الاهلي هتكسب. كلمه جد، ليه؟ هقول لك، هم محتاجين المكسب ده.
تاني حاجة ثقة كبيرة في اللعيبة ان هم بيقدروا المواقف اللي هي الصعبة اللي بتبقى اللعيبة فيها او النادي فيها او اي حاجة. الجماهير محتاجة مكسب زي ده. انت ما كنتش قلقان خالص طول الماتش. انا مديك النتيجة قبل ما احنا وانا معاك المرة اللي فاتت وقايل في كل المحطات الاهلي هيكسب 2-1 مش 2-0 قلت الاهلي هيكسب 2-1 محطات ايه؟ وكل المحطات اللي انا اتكلمت فيها قبل زي ايه المباراة. بس الواحد ده فلت خليك في حالك اوكي ف احنا كسبنا عوده الثقه للعيبه صحيح كسبنا جهاز فني قدر يتعرف على قدرات اللعيبه في المواقف الصعبه كسبنا كاس سوبر النهارده في بدايه موسم كسبنا ثقه الناس كلها في مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب بنبارك له طبعا بنبارك لك وبقول لك ان الضغوط اللي كانت عليك الفتره اللي فاتت دي كلها النهارده الحمد لله مكسب كبير قوي لابد انك تفرح زينا وكلنا نفرح ومجلس اداره كله يفرح بناديه وبلاعبته وبالشكل الجديد ان شاء الله اللي هنبتدي بيه الموسم. اللعيبه عرفت زي ما الكباتن قالوا الهويه ايوه عرفت بيسموها النو هاو ازاي بتضغط على اي فرقه وفرقه كبيره زي نادي الزمالك وتقدر تلغي وجود اللعيبه الموجوده. حلو النو هاو دي زي ما قال لك حلو انه هاو لك حلو انه هاو دي نسيتني اسامه نو هاو ارجع للنو هاو تاني كل حاجه ما اسامه بيتكلم كتير بس انا هاخد حته من اسلوب اللعب ايوه انت بتلاعب فرقه نادي الزمالك النهارده راح على الجول بكورتين واحده ضربه ثابته والثانيه بتاعت زيزو اللي جت في العارضه انا بقول له اسامه دي جت في العارضه ايوه سريعه جدا شوطه جامده جدا تحت شويه جول عالمي ايوه انت بتلعب فرقه كبيره قوي وفرقه عندها مقومات الفوز في اي وقت قلنا هيسيبوا لنا الاستحواذ وكمان امكانيات كده نص ملعب ما يقدرش يمسك ويستحوذ في وجود بعض النواقص في التشكيل يعني انت برضو الراجل سيف الدين الجزيري ده مش هيتحمل مسؤوليه الماتش كله لان هقول لك على حاجه الماتشات ده الجول الاول اللي هو جابه برونو سافيو الجول دايما هم كسبونا الماتش اللي فات بخطا باخطاء وانت النهارده الراجل زكريا الوردي بيلعب باص عادي لورا استغله برونو سافيو وترجم الخطا ده لمهارات انا بسميها اللي هو يملكها يعني بس احنا بنتكلم على الضغط ده من فتره فاكر انا لا ده من اول الماتش واحنا عارفين لا لا لا, لا من فتره كده. انت من سنه بتقول لي على موضوع الضغط انت وكابتن علاء اضغط على اي حق على فريق الزمالك هتغلط ايوه وخلي ليك على اي فريق يا كابتن لا انت كمان النهارده ضاغط ملعبك كله هي. انت مفيش مساحات في الملعب حتى لما بتفقد الكوره حتى لما بتباصي باصه مش مظبوطه 2-3 بيعوضوك الروح قتاليه بحته فعلا يعني مش كده انا بشكر اللعيبه وكنت متواسم فيهم هذا الاداء بس بهذا الشكل يا ايمن انا اقول لك أنا لم اتوقع هذا الشكل 100% ده صحيح. من لعيبه النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي خدوا على عاتقهم اكتر من سنه فاتت مزبوط. اكتر من بطولتين راحوا صحيح. اكتر من كاس راح صحيح. فانا بعتبر الكاس ده بدايه ان شاء الله لتعويض ما فاتهم من افريقيا طاهر وتكمله وزياده من كريم فؤاد ده جن في الامكانيات والفرديات اللي انا بقول لك لما لعيب بيجي له الثقه صحيح. بيطلع اللي عنده صحيح. فطاهر انت عندك الثقه وانا قلت لاسامه حسني قبل الماتش الراجل ده ما يلعبش ناحيه اليمين الراجل ده عدلته ناحيه الشمال على طاهر طاهر قلت له قبل الماتش مش هينفع يفضل يضغط عليه وانت قلت لي عينه حلوه قلت لي الكابتن شريف عينه حلوه في الحاجات دي مش عينه لا هو راجل بيقدمنا وبيخش في كده الماتش الجاي مش هيلعب برضه هنا بيقول علاء بس لا بيقول لك ان هو فعلا عملها كويس قوي كده جينا على الشمال عمل هو علاء ما احنا متفقين في كل المباريات اللي بيلعبها حتى في افريقيا سان داونز لما جان هنا في مصر دخل وعمل واحده بليسنج وجوه الجول هو عدلته الراجل ده لو لعب تحت شادي ها مكان برونو سافيو هيبقى قوي جدا هتلاقي كل الكره الثانيه اللي بتترد من الدفاعات فرحه كولر يا بيشوط يا بيصلح فرحه كولر ها كولر اول مره ده في صوره لو جت استنى بص يا كابتن حاجه النهارده بس يعني بسرعه كده عشان اسامه اتكلم ظهرت في مباراه النهارده اللي هي انت غايب عندك واحد من هنا وواحد من هنا ايوه مدى تأثير غياب محمود حمدي وضح على نادي الزمالك ايوه انت غايب عندك لعيب مش طبيعي وكنا اسامه بنتكلم عليه انت ما حسيتش لانك عندك البديل زي ما بقول لك انا نجم ايوه نجم بيعرف يبقى موجود بيعرف يشتغل كويس جدا في الملعب فانت ما حسيتش ان فرض فيه فرق صحيح. هي دي الفرق صحيح فرق كبيره فرق عظيم مش كبير طبعا لعيب غاب من نادي الزمالك وضح التاثر واي حد يقول ان دفاع الزمالك ما تاثرش بغياب محمود الوش
غلطان بيضحك على نفسه طبعا. انت لا مظبوط، انت عندك ديانج غاب، لكن قدرت حمدي النهارده امتياز، عمرو امتياز، وعمرو سليم، وعمرو طبعا المجموعه المجموعه. بص يا بص يا ايمن، هم دايما بيتكلم على اللي هم الاثنين الموجودين في الارتكاز في نص الملعب، لكن دايما بص مين دايما اللي بيساعد. صحيح، بص صحيح. كم الجري اللي جريه طاهر النهارده، صح، بيرزع ويساعد ولا لا لا، الموضوع صح. مختلف عشان كده بتفرق. بص يا كابتن يعني هنروح لزميلنا فاروق صلاح، بس بعد ما نرجع في لعيب بصراحه لازم اديله حقه، لازم اديله حقه، بس بعد ما نرجع هنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه طاهر محمد طاهر. من جديد كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، التتويج بكاس السوبر للمره ال 12، واحد من اللعيبه اللي دايما بيظهر في المباريات الكبيره، طاهر محمد طاهر. كابتن طاهر مبروك، فوز غالي، بطوله كنت مستنينا، مباراه كنت مستنينا. طبعا الف مبروك للجميع والجهاز الفني والاداره. بدانا الموسم يعني كنا محتاجين البدايه دي ان احنا نبقى ابطال السوبر. ركزنا بشكل كبير جدا، درسنا الماتش بشكل كويس، وقدرنا ان احنا ناخد اللي احنا عايزينه. الشوط الاول طلعنا متقدمين 1، والشوط الثاني قدرنا ان احنا نحافظ على الهدف، وبالعكس في الاخر خلاص يعني جبنا الجون الثاني ونهينا المباراه. وبشكر طبعا اللعيبه على الاداء والروح، وكلنا يعني قدرنا ان احنا نشتغل باقصى مجهود عشان يعني كنا محتاجين الفوز ده من اخر السنه اللي فاتت واحنا بنفكر في الماتش ده. يعني ثقه كبيره من مستر مارسيل كولر في طاهر محمد طاهر، شايفينها في بدايه هذا الموسم ومع تولي المسؤوليه؟ والله كلنا يعني بنشتغل ان احنا ننفذ التعليمات اللي هو بيطلبها مننا، كله بيشتغل بشكل كويس في التمرين، كلنا بنأدي بشكل كويس، وهو كده كده يعني في الاول في الاخر هي وجهه نظره، اللي بيأدي كويس هو اللي بيلعب. وانا طبعا يعني ايا كان مباراه باللعيبه، انا ايا كان انا دايما بدي 100% وبلعب يعني عشان احنا دايما عايزين نكسب، فدايما ده الهدف بتاعي ان انا ادي اقصى حاجه عندي ان احنا نكسب. كابتن طاهر، عايز تقول ايه لجمهور النادي الاهلي النهارده اللي عمل ملحمه في ملعب هزاع بن زايد؟ بقول لهم يعني بشكرهم طبعا، وبقول لهم لسه السنه طويله، يعني احنا ده لسه اول بطوله، ولسه في الدوري، لسه في افريقيا، لسه في كاس، كل دي ان شاء الله بطولات يعني هنشتغل عليها وهندي اقصى حاجه عندنا عشان ناخدها ونعوض كل حاجه خسرناها السنه اللي فاتت. وبشكرهم تاني. اشكرك يا كابتن طاهر، ومزيد من البطولات ان شاء الله هذا الموسم والمواسم القادمه باذن الله. انا بكمل، احنا كسبناهم النهارده. كابتن علاء انا قطعتك معلش. ده انا خلصتك يا كابتن اسامه. خلصت؟ انا خدت كلمه من اسامه اساسا. خدت كلمه من اسامه؟ لا 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 كابتن اسامه عربي. خدت كلمه من كابتن اسامه. طيب قبل ما نرجع للكابتن اسامه، كابتن اسامه حسني، احنا عايزين ناخد صوره السوبر بتاعت النهارده. احنا متعودين دايما ان احنا بناخد صوره المكسب، صوره السوبر بتاعت النهارده. يلا اسامه. سيلفي. ماشي. بصراحه. يلا. طبعا لازم تفضل يا كابتن اسامه. السيلفي دايما اللي احنا متعودين ناخده مع كل مكسب. طبعا هنخش جوه عشان الكاميرا. هات ورجع تاني. انت كده مش هتجيبنا كابتن. لا هتيجي. هات ورجع تاني. خلاص كده اهو. 11 راجل في الملعب. تاني 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 طبعا. ده المكسب ب 12 يا كابتن اسامه في السوبر. 100 100. اتفضل يا كابتن علاء. انا خلصت كابتن اسامه. خلصت يعني؟ انا اروح لكابتن اسامه. خدت كلمه لاسامه. طيب ماشي كابتن اسامه. كنت عايز تتكلم على دي برضه كابتن اسامه قبل ما نروح لك، معلش عشان مش عايز اقطعك. دي فرحه كبيره جدا 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 من جماهير النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي في فروع النادي الاهلي المختلفه. طبيعي الفرحه ديت زي ما هي موجوده مع جماهير النادي الاهلي في فروع التلات انديه بتاعتنا في الجزيره وزايد، زي ما انت شايف الكبار والصغيرين والبنات طبعا والسيدات، يعني هتلاقي الفرحه دي في كل حته. احنا شايفينها في دبي، في الامارات دوله الامارات الشقيقه، شايفينها هنا في الاستوديو، العاملين اللي ورا الكاميرات، والفرحه ساعه الهدف الاولاني والثاني. الفرحه طبعا طبيعي. بص الماتش ده بالذات ماتش فارق جدا مع النادي الاهلي في حاجات كتيره قوي. فمبروك طبعا لجماهيرنا، مبروك للجهاز الفني ومبروك لمجلس الاداره، كل الكلام ده.
والفرحة الأكبر أنا شايفها لمستر كولر. ليه لمستر كولر؟ مباراة أهلي وزمالك مختلفة خالص عن بقية مباريات الدوري أو إفريقيا، خاصة مع مدير فني جديد وفي بداية لسه لسه ما عندوش تاريخ كبير مع جماهير الأهلي. مظبوط، كسب صحيح أول أربع ماتشات، في ملامح ليه واضحة بيعملها، ولكن مكسبه لنادي الزمالك في أول مباراة لي ببطولة السوبر يعني خد إيه ختم اعتماد رسمي، اعتماد رسمي وحب جماهير النادي الأهلي، وهيستمر بيها فترة على ما الأمور يا تاخد بقى منحة عالي قوي زي جوزيه وزي المدربين العظام اللي جم للنادي الأهلي، أو لا قدر الله طبعا إن شاء الله ما تتمنهاش، إن شاء الله المكاسب جاية على إيد مستر كولر والأداء انك الامور تختل يعني. لكن دي يعني شهاده كبيره جدا، شهاده بقى حب وتقدير ليه وثقه فيه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. بالنسبه للاعيبه برضو ايضا خسارتهم السنه اللي فاتت للدوري، خسارتهم لكاس مصر مع الزمالك، خسارتهم للدوري اللي قبليه، الخساره النهارده كانت هتهز ثقه اللعيبه شويه في نفسهم، هتهز ثقه الجماهير فيهم، لكن المكسب ده حقق استعادة التوازن لفرقة النادي الأهلي وجهازه الفني واللاعبين، لأن احنا كنا قلنا اللاعبين دول قبل الفترة الأخيرة اللي هم رايحوا فيها وخسارتنا للدوري هم واخدين 2 إفريقيا قبل كده وصلوا نهائي إفريقيا، فكانوا محتاجين جدا فوز زي ده في مباراة ببطولة مع الغريم أو المنافس التقليدي ليك في الكرة المصرية. فأداء بروح عالية جدا من كل اللعيبة اللي في الملعب، صحيح. رغم اختلاف مستوى الأداء والتنظيم والتفكير داخل الملعب للاعبين عن لاعبين، يعني في لاعبين مجيدين بصورة كبيرة جدا، مجيدين طوال 90 دقيقة، في لاعبين مجيدين على فترات، في لاعبين ممكن ما يكونوش في أحسن مستوياتهم الفنية، ولكن الجهد الكبير اللي بذلوه خلال التسعين دقيقة كلها من أولها الأخيرة بالتبديلات، يعني حتى لما نيجي نتكلم عن التبديلات، كريم فؤاد لما نزل عمل شغل ناحية الجبهة بالذات لما مساحات الديفنس في النادي الزمالك ونص الملعب اتفتحت وجاب جون، أفشة نزل عمل الجزء اللي هو بتاع السيطرة والاستحواذ اللي احنا كنا بنقول عليه، انه يعرف يهدع الكورة، يعرف يتنقل الكورة مع زمايله، شريف نزل عمل حركة وجرد، فانا اقصد سواء البدلاء اللي نزلوا او اللعيبه اللي كانت باديه المباراه على اختلاف بقول لك الاداء الفني بين واحد وواحد، لكن الاصرار والروح والتصميم كان باين من اول اللقاء من ساعه ما كانوا في الجامع، صوره الجامع وشوشهم باينه من ساعه الوقفه اللي في نص الملعب مع الناس اللي رايحين من مجلس الاداره في وسط الملعب. فهو ماتش النهارده يعني الفوز جه في توقيته وفي مكانه، صحيح. وفوز مستحق لكل من ينتمي للنادي الاهلي يعني. صحيح. طبعا كل بيبارك على الهوى، وتهنئه خاصه من الشعب السعودي الشقيق متمثلا في سيادة الوزير أحمد قطان اللي بيبارك لجماهير النادي الأهلي العظيمة، وبيبارك للنادي الأهلي العظيم، وبيبارك لمجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بيبارك للمنظومة كلها. ألف شكر سيادة الوزير أحمد قطان. ونروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه لقاء مع محمد عبد المنعم. مستمرين مع حضراتكم مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، صمام والصخرة وقلب دفاع، قلب دفاع النادي الأهلي. محمد عبد المنعم، كابتن محمد برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، مليون مبروك، بطولة غالية، وعلى المستوى الشخصي أنت كنت مستني هذه المباراة؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، مكسب مهم، بطولة مهمة طبعا، بعديها لأسرتي وبعديها لجمهور النادي الأهلي كله. الحمد لله. افضل لاعب في المباراه. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عايزين نبارك لك على افضل لاعب في المباراه. الحمد لله، ده كله تعب زمايلي، بحمد ربنا على البطوله ديت، اول بطوله ليا، هتفرق معانا. كلنا كنا مركزين قبل الماتش، محدش كان بيتكلم مع حد، ما اتكلمناش كتير في الماتش، كل اللعيبه كانت مركزه وعارفه اهميه الماتش ده،
بدايه موسم خير علينا ان شاء الله. نوعد جمهور النادي الاهلي باذن الله نشتغل ونتعب، تقولوا ما انتوا في ظهرنا، نشتغل ونتعب باذن الله، وكل البطولات باذن الله هننافس عليها ان شاء الله. محمد عبد المنعم واحد من اللعيبه اللي بتثق فيه جماهير النادي الاهلي وبتحبه جماهير النادي الاهلي، شايف الحب ده ازاي وشايف الثقه دي ازاي؟ لانها ما بتجيش من فراغ. الحمد لله بحمد ربنا يعني بشكرهم طبعا، بشكر جمهور النادي الاهلي دايما في ظهري. كان في فترة اللي فاتت كان الناس كل شويه يقول لك ده مغرور، ده متكبر، مش عارف ايه. انا شخصيتي غير كده خالص، الحمد لله انا متربي وعارف ربنا الحمد لله كويس. هو وسط اللعب كده، في حاجات كنت ممكن اكون بزودها شويه، بس ده كانت ثقه. في حاجه بنتعلم، لسه صغير بتعلم، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى احسن، وان شاء الله نعمل اكتر جهد عشان نفرح الجمهور ونفرح النادي الاهلي ان شاء الله. قول منعم او كامبوس يعني عشت معاك فتره طويله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ومحمد عبد المنعم واحد من اللعيبه اللي ما فيش مدرب في قطاع الناشئين الا وراهن عليه وقال ان محمد عبد المنعم هيلعب فريق اول وهيلعب منتخب مصر. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كل المدربين في قطاع الناشئين ناس محترمه، استفدت منهم كلهم، كل المدربين مش عايز انسى حد، بس اللي علم معايا صراحه كابتن ياسر رجب، هو ده من الشخصيات المحترمه، ده اللي لعبني مساك اصلا، فبشكره. وبشكر، عايز اوجه الشكر لابويا وامي واخواتي، دول السنه دي بجد قبل الماتش لما بكلمهم خلاص ضامن ان انا بكسب، والله العظيم يا فاروق. يا رب منعم تكلمهم كل ماتش. والله يا فاروق لو عارف، لو رنيت عليهم وما فتحوش على طول بقلق، المره دي الحمد لله فتحوا على طول، بشكرهم ودايما في ضهري. سيد خلي بالك برضه، انا عارف ان سيد بيعمل معاك مجهود كبير. ربنا يخليهم ليا يا رب وما يحرمنيش منهم، ودايما كده اقدر افرحهم يا رب. اشكرك يا منعم ومزيد من البطولات باذن الله. لا لا بالك. جمهور الاهلي عظمة على عظمة. بعد المباراة الكابتن محمود الخطيب يهني جماهير الاهلي ولاعبيه وجهازهم الفني بالسوبر ويوجه الشكر للامارات الشقيقة. توجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بالشكر الى الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل في الفوز ببطولة السوبر، ثم جماهير الاهلي الوفية التي تستحق ان يضحي الجميع من اجلها، وهي جماهير تمثل السند والدعم لناديها في كل المواقف وفي كل زمان ومكان. وأضاف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن لاعبي الأهلي وجهازهم الفني يستحقون التحية والتقدير على الروح العالية والأداء الرجولي طوال المباراة، واستطاعوا أن يسعدوا جماهيرهم ببطولة غالية مع انطلاقة الموسم الجديد. كما وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر لشعب الإمارات الشقيق ودولة الإمارات الشقيقة على التميز الواضح في استقبال هذه المباراة. طبعا احنا كلنا بنبارك للكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب بصراحة من الناس اللي هي مهما اتكلمت عنها مش هتقدر تديها حقها. طبعا كلنا عارفين الكابتن محمود الخطيب، مش كلاعب، كلاعب احنا كلنا عارفين، بنتكلم على شخصيته. نتكلم، انا ما بحبش اعمل فروقات مع حد، ولكن لما اجي اتكلم مع على الكابتن محمود الخطيب حتى على المستوى الاداري، كابتن محمود الخطيب في حته تانية خالص، مع احترامي لكل رؤساء الانديه في مصر. لما تيجي تقارن كابتن محمود الخطيب في حته لوحده، وبعد كده يجي بقى اقرب واحد بعديه بمرحله كبيره. من ضمن اللعيبه اللي ما خدتش حقها سنتين متتاليتين بسبب الإصابات ولازم أتكلم عنه، محمود متولي. محمود متولي كفترة من فترات
بعض الألسنة كانت بتقول إن هو يرحل عن النادي الأهلي. الفترة اللي فاتت دي كانت فترة، أو الفترات اللعيب لما بيبقى بعيد عن الملعب بتبقى فترات قاسية جدا 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 جدا. لما يجي يلعب بقى ويرجع تاني تبقى فترات صعبة جدا جدا جدا، عشان هو عايز يحط رجله ويثبت إنه جدير إنه يلعب أساسي في المكان ده. الراجل كان عليه ضغوط فترة كبيرة جدا. الكل كان مترقب يشوف محمود متولي، لدرجة إن في بعض الناس قالت لك محمود متولي إيه اللي مستر كولر فكر فيه ده؟ يعني إزاي جات له الفكرة إن محمود متولي يلعب في الحتة دي؟ محمود متولي أثبت صحة وجهة نظر مستر كولر، ومحمود متولي أثبت للناس كلها سواء اللي بيهاجمه أو مش اللي بيهاجمه كمان، اللي هو كان واثق في إمكانياته أو واثق في عودته مرة أخرى، إن محمود متولي لا غنى عنه في صفوف النادي الأهلي. تحية كبيرة جدا وجبة لمحمود متولي اللي ما خدش حقه فترات كبيرة جدا جدا جدا، بعد فيها عن الملعب بسبب الإصابة، ولكن الفترة دي فعلا أثبت إن هو رجل من رجال النادي الأهلي يعتمد عليه. صح يا كابتن أسامة؟ طبعا طبعا كلام حضرتك مظبوط 100%. لكن قبل ما اروح لمحمود متولي، بنبارك للكابتن محمود الخطيب، وحضرتك كنت بتتكلم عنه يا كابتن ايمن، نقول له مبروك النهارده، ربنا نصرك وهينصرك زي ما نصرك قبل كده. استحملت يعني سفلات وتطاولات كتير جدا ودايما بتمثل النادي الاهلي وواجهه للنادي الاهلي، ان هو ده النادي الاهلي دايما طبعا. الناس بتشتغل في هدوء، ما بتردش الاساءه باساءه. لما طلعت في قناه النادي الاهلي في نهايه الموسم السابق وعملت حوار او كلمه لقاء مع جمهور النادي الاهلي كان حوالي 60 دقيقه، كلمت بمصداقيه وشفافيه، وعدت الناس ان الفتره اللي جايه هيكون فيها اصلاح، واحنا بنعترف باخطائنا في البدايه وحاطين ايدينا على الاخطاء. النهارده مع بدايه الموسم الجديد بنقول كل اللي قاله الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط طبعا ومجلس الاداره على رسوم الكابتن محمود الخطيب، كله تنفذ من راحه اللاعبين، من تدعيم النادي الاهلي صحيح. بصفقات. وكنا دايما بنقول للجماهير واحنا هنا في قناه النادي الاهلي ما بنجاملش ولا بنحسن الصوره والمظهر، كنا دايما صادقين مع الناس. الصفقات مش بالعدد، مش بالكم، مزبوط. بالكيف. وشفنا النهارده 2 لعيبه في النادي الاهلي مدى تاثيرهم صحيح. شادي حسين وهو اضافه كبيره جدا لهجوم النادي الاهلي مع محمد شريف وبرونو سافيو، يعني مزبوط. يعني الهدف الحلو، ولسه لما يدخل مع الفرقه اكتر واكتر هيبقى ليه بصمات. خلي بالك يا كابتن اسامه، الناس يعني الناس ناسي حاجه كبيره جدا كمان، ان عوده المصابين ده برضو كان دعم. يعني طبعا. عوده اكرم توفيق من اصابه، عوده محمود متولي، عوده ان شاء الله عمار، ده كل دي تدعيمات لصفوف النادي الاهلي، بس مفيش حد بيتكلم عليها. احنا لما كنا بنقول اراحه اللاعبين صفقه طبعا، لما كنا بنقول عوده اكرم توفيق صفقه جديده للنادي الاهلي، محمود متولي الواحد من نجوم النادي الاهلي لسه هنتكلم عنه صفقه للنادي الاهلي، اراحه الشناوي بدنيا وذهنيا صفقه جديده للنادي الاهلي. طب بقول لك ايه، بمناسبه ان انت جبت سيره الشناوي، ما تيجي نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع محمد الشناوي. الشناوي احسن لاعب في افريقيا، جايزه يمكن ما خدتش وقتها. خلينا نتكلم النهارده على المباراه يا كابتن محمد. مليون مبروك، مليون مبروك على الكاس السوبر، مليون مبروك على بطوله غاليه. على المستوى الشخصي محمد الشناوي كان مستني هذه البطوله، مستني هذه المباراه؟ لا انا مش انا لوحدي اللي مستنيها. مش عارف انت جايبني انا لوحدي ليه، الفرقه كلها. لا لا الفرقه كلها طبعا مستنيه البطوله دي عشان نفرح الجمهور. الحمد لله النهارده كنا تعهدنا الفتره اللي فاتت اللي احنا ان شاء الله البطوله دي ما تطلعش من النادي، الحمد لله احنا جبناها للنادي الحمد لله، وببارك للعيبه كانوا قد على قد المسؤوليه، وببارك للجهاز الفني، وببارك للاداره. يعني الفتره اللي فاتت احنا تعبنا كتير عشان نوصل، وكنا مستنيين اليوم ده للبطوله ديت. الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا ورجعنا بالبطوله، وما روحناش الجمهور اللي جه ورانا وساندنا، ده اهم حاجه. وببارك للعيبه هم اول حاجه، والف الف مبروك. شكرا. النهارده اخلاص كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. شكرا.
مستمرين مع كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. حسام حسن، كابتن حسام هناخد دايما وقتك. مليون مبروك على مليون مبروك على البطوله، بطوله غاليه ومباراه كبيره النهارده، خاصه لما بتبقى امام خصم زي نادي الزمالك. الحمد لله، انا بشكر ربنا طبعا على الفوز دوت، ان هو بيجي في وقته وعلى نادي كبير زي نادي الزمالك وجماهيره. احنا بنبارك، انا ببارك للعيبه، لعيبه رجاله. احنا تعبنا طول الفتره اللي فاتت دي، كنا مضغوطين بشكل مش طبيعي، عشان احنا السيزون اللي فات طلعنا من غير بطولات، فكان الموسم دوت كان لازم نبدا ببطوله، وبطوله غاليه من خصم قوي، من خصم قوي زي نادي الزمالك. فانا الحمد لله ده الطبيعي، وده النادي الاهلي في الظروف الصعبه، واللعيبه رجاله، واحنا الحمد لله طول الفتره اللي فاتت احنا مركزين وعارفين احنا عاوزين ايه. فخلاص انا ده احنا بنبارك للعيبه، وبقول لهم ان شاء الله الموسم دوت نعمل موسم جامد وناخد البطولات كلها، فان شاء الله احنا نقفل الصفحه دي ونركز بقى. ان شاء الله عندنا ماتش في الدوري وهيبقى ماتش صعب، ان شاء الله ربنا يكلم مجهودنا على خير كده قبل الوقف، وننهي بصوره كويسه تليق باسم النادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله. النهارده جمهور النادي الاهلي عامل ملحمه وثقه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي. طبعا طبعا، وجمهور النادي الاهلي دايما هو اللاعب رقم واحد لينا، فاحنا الحمد لله احنا بنهدي للجمهور الفوز دوت، والكاس ده غالي، خاصه ان هو جاي في وقته ومن خصم قوي زي نادي الزمالك. فالحمد لله انا ببارك للعيبه وببارك للجمهور والجهاز الفني، وان شاء الله نكمل على كده وننافس على البطولات كلها ان شاء الله. يعني اشكرك يا كابتن حسام، وبالتوفيق ان شاء الله ومزيد من البطولات باذن الله. ان شاء الله حتى الفرحه على وجود لعيبه النادي الاهلي اللي ما شاركتش في المباراه. هنرجع مره اخرى للكابتن اسامه حسني. كنت بتتكلم يا كابتن اسامه على مكاسب الفتره دي، كنت بتتكلم على التدعيمات اللي الناس ما بتجيبش سيرتها خالص وهي موجوده عندك اصلا. احنا قلنا لما كانت الناس بتطلع تنتقد وبتقول ان احنا بنجمل الصوره، لا كنا صادقين معاهم. لما قلنا اراحه اللاعبين صفقه، عودة أكرم توفيق صفقة، طبعا. محمود متولي صفقة، عودة المصابين لما السلية اتصاب ومحمد شريف في نهاية الموسم صفقة، لما قلنا محمد الشناوي إراحته ذهنيا وبدنيا وكل حاجة دي صفقة. هي ليه دي اللعيبة النهاردة لعبت النهاردة؟ اللي النهاردة خلى الغلبة للنادي الأهلي، وكنت بقول للكابتن علاء إن لعيبة النادي الأهلي بدنيا النهاردة ما شاء الله عليها، من صحيح. أول دقيقة لدقيقة 90، مع ان انا خلي بالك الشوط الاولاني ده كمان حصل فيه مشكله، بس خلينا نتكلم على حاجه ثانيه. الشوط الاولاني انا اشفقت على لعيبه النادي الاهلي من المجهود اللي عملوه، توقعت ان ينزل المجهود البدني شويه الشوط الثاني، ولكن حدث العكس تماما. لا، الشوط الثاني اسلوب اللعب تغير مع كولر. الشوط الاولاني انت حطيت رتم عالي، ضغط عالي، استحواذ، عايز تخلق فرص وحققت الهدف بتاعك. اسلوبك في الشوط الثاني مع ان نادي الزمالك يحصل معاه اندفاع هجومي، ايوه، انك انت تراجع عشان تخلق المساحات، دي طريقه لعب كولر. فرق يعني برضو نزول محمد مجدي قفشه في الحته دي في المكان طبعا ده، ان يقدر يعمل عمليه استحواذ. خلي بالك النهارده يعني اللي خلى شكل نادي الزمالك في الشوط الثاني او اضاع الفوز من نادي الزمالك فيريرا النهارده لما خرج سيف الجزيري. ايوه، النادي الزمالك ما بقاش عنده عمق هجومي، وراح ملاعب نزل مصطفى شلبي. طب فين العمق الهجومي؟ النهارده سامسون المهاجم اللي جايبينه البنيني كان بره الاحتياطي كمان. طيب النهارده ما عندكش حتى على الدكه، ما انت لما بتحط الدكه بتاعتك بتشوف احتياجاتك ايه في المباراه. برسم كذا سيناريو ان ممكن فلان ينزل، كذا ينزل، لو انا خسران، لو انا متعادل، لو انا عايز امن. وانت بالمناسبه بتتكلم على عدد الصفقات، زي ما الناس بتقول عدد الصفقات لا حصر لها طبعا، ومفيش بديل لراس حرب. ما هي دي بقى النهارده لما انت بتخطط وبتجيب صفقاتك مش بالكم وبالعدد. بالزبط. انا بالزبط. احتياجاتي ايه اللي محتاج. نقطه تانية، النهارده فيريرا لما خرج سيف الدين الجزيري كانت نقطه فاصله في المباراه، ونقطه مهمه جدا اراحت دفاعات النادي الاهلي واراحت لاعبي النادي الاهلي. النقطه الثانيه، احمد فتوح لما خرج، اجيب عمر جابر اللي بيلعب برجل يمين عشان احطه على ايده الشمال، ولا عندي عبد الله جمعه الراجل الاشول المفروض ينزل في المكان ده؟ اي صحيح، وهو لاعب قدام النادي الاهلي، ده برضو يتحملها فيريرا. النهارده نقطه ثالثه، خط الوسط زكريا الوردي
ما ظهرش لما مع نادي الزمالك بالشكل اللي الناس ممكن متوقعه، لسه ما انسجمش. فالنهارده بدل ما يبدا بزكريا الوردي كان ممكن يبدا بالسيسي، عمرو السيسي. ايوه النهارده برضو دي تلام على فيريرا. انا قلت لك من المؤتمر الصحفي امبارح ما كانش محضر، عمال يتكلم على النادي الاهلي عكس كولر اللي قال لك انا بحترم نادي الزمالك، احنا مستعدين للمباراه بكره ان شاء الله نقدم مباراه، انا لسه ما عرفتش امكانيات لاعبتي لكن انا بحترم نادي الزمالك وهنقدم بكره مباراه للمكسب صحيح ونسعى للمكسب. فيريرا كان دايما بيرمي على النادي الاهلي يقول لك انا مش شايف الصفقات اللي جابها النادي الاهلي، كل اللعيبه شبه بعض. وارجع واقول يا رب تروح الفندق النهارده تتفرج على هدف رونو سافي عشان تعرف النادي الاهلي جاب صفقه هتكون صفقه مهمه. وهرجع واكرر واقول التخطيط السليم للنادي الاهلي صحيح اللي عمله في نهايه الموسم السابق هو ده اللي هيخليك تحصد خلال الفتره اللي جايه البطولات وهيخليك تمشي على الطريق الصحيح باذن الله. الزمالك بعدم اراحه لاعبيه في نهايه الموسم والاشتراك في بطوله وديه كاس لوسيل كانت الناس فرحانه بيها مع انها مباراه وديه، وفريرا هو اللي طلب اراحه اللاعبين، لكن اداره الزمالك تمسكت انها تلعب ده. السنه دي هيدخل نادي الزمالك في متاهات في بطوله الدوري وبطوله افريقيا، هيحصل عنده اصابات، لعيبه مؤثره لو غابت مش هيبقى عندك البديل عكس لعيب النادي الاهلي. كابتن علاء قال ديانج النهارده بيغيب، انت ما بتحسش بغياب ديانج. مظبوط بتلاقي ما شاء الله حمدي فتحي، بتلاقي عمرو السوليه، تلاقي قفشه لما نزل بروفو سافيو معاهم في نص الملعب، ما تحسش بالفرق عكس الوينش. نادي الزمالك بيعتمد على 3 4 لعيبه، لو لعيب وقع بتلاقي الدنيا فيها ازمات في مشاكل ما تقدرش تحلها بتعويض لعيب مهم واساسي زي اللعيب الموجود صحيح. لكن النادي الاهلي الحمد لله السكواد بتاعه في كل المراكز موجود، سكواد قوي واضافه 2 لعيبه، وان شاء الله ممكن نشوف كمان لعيبه تانية في يناير تبقى اضافه اقوى النادي الاهلي للاشتراك بطوله الدوري وبطوله افريقيا. سبت الفرصه للكابتن سامي عرب. مش دلوقتي، هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح مره ثانيه ومعاه اكرم توفيق. مستمرين مع كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاخطبوط ودايما اكرم راجل المباراه الكبيره. كابتن اكرم مليون مبروك يا اكرم، بطوله غاليه والنهارده ثقه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي في لعيبه النادي الاهلي اللي دايما بتبقى الرهان عليهم، وشخصيه لعيبه النادي الاهلي ظهرت في ارض الملعب. الحمد لله رؤى، الحمد لله مكسب مهم طبعا في بدايه المشوار لينا وبطوله مهمه، وان شاء الله يعني ربنا يكرم كده في البطولات اللي جايه، وزي ما يعني وعدنا الجمهور وزي ما كابتن شناوي قال طبعا بنوعد الجمهور بالبطوله دي وان شاء الله البطولات اللي جايه، وان شاء الله نقدر نتعب تاني ونموت نفسنا تاني في الملعب عشان خاطرهم. يعني انفعال جماهير النادي الاهلي مع كل لعبه الاكرم توفيق والاشاده والتحيه والاهات بتطلع من جماهير النادي الاهلي، بتمثل لاكرم توفيق مسؤوليه كبيره. انا عارف ان اكرم واحد من اللعيبه اللي بيقدر هذه المواقف. بص هقول لك على حاجه، انا يعني من يوم ما رجعت انا اهم حاجه عندي ان انا ابذل كل حاجه في الملعب عشان خاطر عيلتي وعشان خاطر الجمهور، والحمد لله رب العالمين يعني مع الماتشات الدنيا بترجع تاني، ويعني البدايه ببطوله فده حاجه حلوه يعني ان شاء الله، فربنا يكرم يا رب واقدر اجمع رصيد كبير من البطولات يعني ان شاء الله. مارسيل كولر بعد نهايه المباراه جري على اكرم توفيق، عايز اقول حضن ويعني حاجات بتلخص كلام كتير جدا، ثقه من المدير الفني في اللاعب اعتقد شفناها ومشهد كان مهم جدا. يعني الحمد لله يعني الراجل مش مع اكرم بس، مع الناس كلها الراجل سيبنا اتكلم. يعني الراجل مش مع اكرم بس، مع الناس كلها يعني بيتعامل نفسيا كويس مع اللعيبه. ان شاء الله يعني نكون على قد القدر والمسؤوليه، لان فعلا يعني لعيبه كبار، ويا رب ان شاء الله يعني مزيد من البطولات عشان خاطر الجماهير وعشان خاطرنا احنا كلعيبه يعني. اشكرك يا اكرم وبالتوفيق ان شاء الله في الموسم ده والموسم اللي جاي باذن الله. حبيبي يا رب. مستمرين مع كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن محمود متولي، يعني ناخد وقتنا في الكلام. عليك طار يا متولي، انت عليك طار، عليك ايه؟ حاجة الوديك رن. ايوه كده. كابتن محمود
فترة صعبة جدا وظروف في بداية تواجدك في النادي الأهلي، لكن دايما محمود متولي كان صورة في الإيمان وفي الرضا وفي الصبر. النهاردة ربنا بيكافئك، ومن بداية الموسم ربنا بيكافئك، مليون مبروك. وعايز تقول للظروف اللي فاتت ولكل اللي وقف جنبك خلال الفترة اللي فاتت؟ خلاص بقى خلينا ننسى كل اللي فات ده، الحمد لله فترة وعدت وراحت لحالها بكل اللي فيها. يعني متهيألي نفرح النهارده بالمكسب والماتش الكبير اللي الفرقه عملته، اللعيبه رجاله الحمد لله، كنا قد مسؤوليه ماتش كبير. بدايه سيزون كانت مهمه جدا نبدا بالطريقه دي، والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله، وان شاء الله تفرق معانا بقيه السنه ان شاء الله. المباراه الخامسه على التوالي للنادي الاهلي، دفاع النادي الاهلي، شباك النادي الاهلي لا تستقبلش اي اهداف، اعتقد رقم مهم جدا بالنسبه لكم كخط دفاع النادي الاهلي وايضا كحارس مرمى النادي الاهلي. اكيد طبعا ده هدف، بيبقى هدف لكل المدافعين ان هو ما يدخلش فيه اهداف، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده والماتش الخامس زي ما انت بتقول، ان شاء الله نقدر نكمل بنفس المستوى وربنا يكرمنا ان شاء الله ونكمل، يبقى كل ماتش فيه كلين شيت باذن الله، ودي حاجه بتنجح اي فرقه. يعني عايز تقول ايه لجماهير النادي الاهلي النهارده اللي عملت مشهد وملحمه في ملعب هزاع بن زايد؟ ده العادي، انا عايز اقول لك ان ده العادي وده اللي بنشوفه دايما، والحمد لله النهارده روحناهم مبسوطين وكان لازم يروحوا مبسوطين، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعمل كده، وكنا عند حسن ظنهم الحمد لله. اشكرك يا كابتن متولي وبالتوفيق ان شاء الله ومزيد من البطولات للموسم ده وكل المواسم اللي جايه باذن الله. حبيبي الف شكر. من اللعيبه اللي انا متعاطف معاها جدا 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 فعلا كابتن اسامه. قبل ما نروح للكابتن شريف، انت كان ليك كلمه عايز تقولها على كابتن محمود متولي. محمود متولي ما شاء الله هايل هايل من بدايه الموسم، اتحاد المينستير وكل المباريات، نادي الاهلي وقف جنبه، كان مؤمن بقدراته في الوقت اللي هو كان بعيد وتصنيفه بعيد في الفرقه وكان عنده اصابه، نادي الاهلي صفره وقف جنبه علشان مؤمن باللعيب. صحيح. وحتى لو اللعيب يعني قدراته قليله دايما دعت النادي الاهلي، لكن محمود متولي لعيب امكانياته كبيره، حظه السيء الاصابه جت عطلته شويه، لكن مع فتره الاعداد مع مدرب جديد كولر الراجل اشتغل كويس وقدر يثبت جدارته. يعني ما شاء الله الثنائيه بتاعت محمد عبد المنعم ومحمود متولي مديه ثقه كبيره جدا في دفاعات النادي الاهلي، سواء في الكرات العاليه والاثنين بيمتازوا بالطول، سواء في تحضير الهجمه، سواء في الكرات اللي ممكن يبقى فيها مرتدات، عندهم السرعه. ومحمود متولي كمان من اللعيبه اللي بتملك الشخصيه. صحيح. فمكسب كبير في دفاعات النادي الاهلي. صحيح. كابتن شريف، العلامه الكامله لمستر كولر في خمس مباريات مع النادي الاهلي. ما شاء الله ما شاء الله، الحقيقه مبروك مبروك علينا الراجل ده الحقيقه، تكمل كده بخير بنفس الاداء. هو انا اللي عاجبني في النهارده ان لعيبه النادي الاهلي كلهم قلب واحد. صحيح. اللي لعب واللي ما لعبش. انت تتكلم مع حسام حسن او تشوف حسين الشحات، الاثنين لعيبه كبار جدا، لازم ادام النيه خالصه وكلهم زي ما شفناهم عند الصاله وشفناهم واقفين في نيه واحده في عزم واحد بيتمنوا التوفيق من ربنا، فكل دي بتبقى احنا لعيبه وعارفين كده كويس قوي. علاء واسامه كانوا في الجهاز قبل كده وعارفين دي اساس النجاحات. يوم ابو تريكه ما جاب الجول في الصفاقسي هناك وكمان دي نيه خالصه، دي نية جهاز فني ولعيبة كلهم بيحبوا بعض، كلهم على يد واحدة، كلهم على مطلب واحد ان ربنا ينصرنا، وبنعمل اللي علينا في الملعب. اديك شفت قادر ولا مش قادر. أي. قادر تطلع اللي عندك ولا لا مع فريق كبير. مزبوط. المنافس التقليدي بالنسبة لك عامل مباراة ولا اروع ولا اجمل. ان الكرة لما تروح منك بتجيبها في ثانية. أي. كنا بنتكلم عن وخايفين من ان ديانج مش موجود، النهاردة في 16 ديانج في الملعب، حاسين حتى بغياب ديانج هم حاسين بقد ايه امكانياتهم نقدر يعوضوا اي غيبات. النادي الاهلي ما بتاثرش في اي غيبات بما حضر. صحيح. النهارده عملوا رساله قويه جدا لنفسهم وللجماهير ولكل الدنيا. صحيح. احنا بما حضرنا، احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي لما اللعيبه بتركز وتبقى في الحاله البدنيه قلت لك مرتفعه جدا عندهم، ما تقلقش. ايوه. ما تقلقش عليهم من اي حد. ما تقلقش عليهم من كل هتلاعب فرق كبيره، هتلاعب بايرن ميونخ، هتلاعب في فرق امكانيات طبعا وفرق سرعات وفرق كل حاجه. مزبوط. وبتطلع بتتوج بتاخد الثالث وكان ممكن تاخد الثاني في البطولات العالميه. انما ده الشكل اللي طمني السنه دي ان احنا موجودين باذن الله بقوه، موجودين باذن الله في افريقيا باذن الله بقوه برضو، ندي رساله كبيره جدا.
احترام العالم كله النهارده وهو بيتفرج، اذا كان العالم العربي او اي مكان في العالم كله اهلاوي بينتمي، بيدي رساله قويه جدا. احنا بنقول لكم احنا على قدم وساق واحد، هنرجع لكم البطولات باذن الله، وده اللي احنا بنتمناه كله. بشكر اللعيبه، بشكر الجهاز الفني، بشكر الجماهير اللي في الامارات، بشكر الامارات طبعا على الاستضافه واليوم الحلو قوي الاهلي الاماراتي ده، حاجه دايما دايما يعني بنتمنى كلنا ان احنا الاستوديو ده يبقى هناك المره الجايه باذن الله. ف بدعي دايما من ربنا ان يوفقنا ونعمل ان احنا كلنا اهلاويه الحمد لله في يوم جميل زي ده. طبعا النهارده هو وقعة، بس انا مش هتكلم، انا بس يعني لمحه بس بسيطه. لما حصل قبل كده واتعمل ممر شرفي للنادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ مشيش في الممر الشرفي، تهاجم بصوره غريبه جدا 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 جدا. انا عايزكم تشوفوا حضراتكم الممر الشرفي اللي اتعمل النهارده ومين ما مشيش في الممر الشرفي وردود الافعال ايه. مش هتكلم اكتر من كده. ردود الافعال ايه؟ كابتن علاء، الفتره من الفترات، طب قبل ما نروح للكابتن علاء، اهو ادي الممر الشرفي. جيبوا لنا هنا يا كابتن، جيبوا لنا الشاشه. ماشي. كابتن علاء، الفتره دي يمكن كنا في فترات كتير جدا كنا بنكسب بس مفتقدين حلاوه الاداء. الفتره دي النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين البدايه بتاعته مميزه جدا 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 كبدايه موسم مع مدير فني جديد، وبيحقق المكسب بجانب كمان الاداء الجاي. ما دي احلى حاجه، دايما بتدور انت كنادي اهلي وفريق كبير بتدور على مكسب، مكسب الاول بعدين بتشوف الاداء. الاداء مش هيجي مع مدير فني في يوم وليله، هياخد وقت طبعا، خصوصا كمان عندك لعيبه جديده بالنسبه له، لكن هو قدر. وزي ما كنا بنتكلم في بدايه خالص المباريات، كنا بنتكلم هنا في الاستوديو، لكن الراجل عمل حاجه كويسه جدا، عمل نظام اليوم الكامل عشان يتعرف على اللعيبه والكلام ده كله. هو دلوقتي بيجني ثمار الفتره اللي عملها، عرف يقيم كل اللعيبه، عرف ازاي يستخدم اللعيبه بتاعته كويس قوي. بنتكلم دلوقتي محمود متولى، محمود متولى لو كولر ما جاش ما اعتقدش محمود متولى حد هيشوفه، لكن يا سبحان الله الراجل ده جه عشان يظهر معدن ولعيب ذو امكانيات عاليه جدا جدا جدا. ما كان في الاسماعيلي ولعيب كوره ممتاز، ده كان حته اصابات، لكن هو المدرب اللي شاف واكتشفه، واحد هيساعده في طريقته، واضح ان هو بيحب الطريقه بتاعت محمود، بيحب لعيب الكوره، بيستلم الكوره كويس، بيحب دايما الراجل اللي بيشغل دماغه زي ما بيقول في لغه الكوره. محمود متولي فيه الامكانيات دي وفيه المميزات دي، عشان كده هي بتيجي خطوه خطوه. احنا اول ما قلنا مش هنحكم على كولر غير بعد اربع خمس مباريات، وهنا عشان ما تظلموش، ما تقدرش تكلم عليه من اول مباراه ولا اثنين، كلنا اتكلمنا هنا في الاستوديو، ما فيش حد قال لك لا اربع خمس ماتشات اقدر اقيم المدير الفني ده. تقييم كولر لحد دلوقتي ممتاز. صحيح. خمس مباريات مكسب، انت حاسس ان في حاجه جديده في الملعب، حاسس ان هو كل لعيب بيقدر يستخدمه امتى، ودي اكتر حاجه يقدر يوصل لها المدير الفني، ذكي جدا المدير الفني. صح. عارف يوظف اللعيبه كويس، وطبعا على راسهم محمود متولي، واحد كان بره خالص زي ما كان اسامه بيتكلم، مش في الحسبان محمود متولي. مزبوط. لكن الراجل سنتين بيتعالج والنادي الاهلي قعدته ما بيأثرش، لكن يحسب محمود ان هو عنده ايمان بنفسه وعايز يرجع للنادي الاهلي، ويحسب لكولر ان هو قدر يكتشف محمود متولي. فطبعا مستر كولر لا، العلامه الكامله فعلا في كل حاجه، واتمنى يا رب ان شاء الله النهارده تبقى بدايه كمان، ده احنا يعني ان شاء الله يبقى الاداء احسن من كده بكتير ان شاء الله. رب العالمين. رجل المباراه كابتن اسامه، من وجهه نظرك. علاء ما بيحبش اقول كذا واحد وبعدين اختار، هو واحد لا انا هقول كذا عشان واحد عشان نطلع بس لا لا هقول كذا واحد. يلا كابتن، بص الشناوي هايل النهارده، ماشي، الاثنين السردباكين محمود متولي وعبد المنعم وحمدي فتحي، دول انا بالنسبه لي اكتر ناس كانوا ظاهرين في اللقاء، ماشي. لكن من وجهه نظري انه حمدي فتحي هو حمدي فتحي. كابتن اسامة، مسموح كتير ولا هو واحد بس؟ كتير يعني كتير. عبد المنعم ما شاء الله، متولي اكرم هايل، السوليه وحمدي فتحي هايلين في نص الملعب، برونو سافيو اول مره النهارده وبيحرز هدف،
حتى التغييرات اللي نزلت تغييرات كانت ايجابيه واضافه. الروح العاليه، روح العاليه النادي الاهلي النهارده. صحيح. جمهور النادي الاهلي في الملعب. أي. حاجه عظيمه. صحيح. النهارده ممكن ادي الاثنين. ايوه رجل مباراه جمهور الناس. النادي الاهلي في الامارات ولو في الملعب كولر، كولر ادارته كولر للمباراة. على الخطوط ادارته للمباراه. تشكيل، تغييراته، هدوءه، تحضيره للمباراه وتحضيره للعيبه قبل المباراه. كابتن شريف، انا الفرقه كلها وجماهير دول بالنسبه لي كنت متوقع هذا الشكل بالروح دي، بس مش بالشكل ده كمان يعني. ده ما شاء الله الله اكبر يعني. انا بدي الفرقه كلها يعني الف مبروك. لو اخترت واحد تختار الروح، روح النادي الاهلي والفانيلا هي النهارده اللي كسبت. ترد الراجل بيقول لك اختار واحد اخيرا. ما خدتش بالي، ما خدتش بالك ان هو بيقول لك اخيرا كابتن علي عشان نروح. لا طبعا جماهير النادي الاهلي في الامارات وهنا. ايوه طبعا. وانا بالنسبه لي متولي، هم متولي. طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع صاحب الهدف الثاني كريم فؤاد، وبعدين نرجع نستقبل بعد الفاصل كابتن ناصر عباس الحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا. كريم فؤاد، كريم مليون مبروك على البطولة، مليون مبروك على الانتصار، مليون مبروك على الهدف النهاردة. يا كريم تكليل لمجهود كبير جدا البطولة النهاردة. يتحسب يا والله. هتبص لي في المية. والله الحمد لله يعني عملنا مجهود ومن ساعة ما جينا واحنا مركزين والحمد لله يعني ربنا كرمنا والماتش مش زي ما احنا عايزين بالظبط يعني. اللعبة كلها كانت رجالة والحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب. مين توقع لك الهدف غير أكرم توفيق النهاردة؟ أكرم توفيق وأخويا ومراتي. النهاردة كريم أهم تعليمات الأهلاك مستر مارسيل كولر مع نزولك وأنت واحد من يعني الأوراق الرابحة بالنسبة له على مدار المباراة اللي فاتت والنهاردة. والله هو كان قال لي يعني اشتغل عادي والعب لعبك عادي ودافع كويس وفي الهجمات المرتده لازم تبقى يعني تطلع بسرعه وبتاع عشان خاطر بيبقى في مساحات وعايزين نستغل ده. وقال لي ان شاء الله يعني هتسجل جول. الروح اللي بينك وبين اكرم وبين محمد هاني اعتقد بتبقى كلمه السر دايما والنجاح في النادي الاهلي. لا اكيد طبعا، مش بس روح بينا، الروح بينا كلنا يعني. اللعيبه كلها جنب بعضها، اللعيبه كلها بتحب بعضها سواء في نفس المركز او مش في نفس المركز، اللعيبه كلها يعني بتحب بعضها وكلنا اخوات يعني. فدي سر يعني المكسب وروح حلوه بينا كلنا. ولا يا كرم طبعا يا جماعه. قول لي كنت بقول لك ايه؟ قلت لي قول رر رر يا ايه؟ قول رر 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 ايه؟ رر رر.